السلام عليكم أصدقاء. قبل الكلام وقبل السلام وقبل ما نحكي شو صار بالمباراة، اكتب لي بكومنت مبروك لمنتخبنا الوطني، مبروك لرجال منتخبنا، مبروك لنسور قاسيوم، مبروك لنسور منتخبنا. الفرح بالبقنا، والله الفرح بالبقلك يا شام، والله فرحانين ومبسوطين. مبروك لمنتخبنا، مبروك لناشئين رجال منتخبنا بأرض الملعب. اليوم منتخبنا يتأهل في بطولة غرب آسيا إلى النهائي ليواجه المنتخب السعودي. والله حلو الفوز، حلو الانتصار، حلو أن كرة القدم وأخيرا بعد العناء والمجهود والصدمات والبهادل والخروج وخيبات الأمل أنها تضحك لك. حلو كرة القدم، حلو الانتصار، حلو الفوز. بداية فيديو اليوم من القلب بنقول هارد لك للمنتخب الأردني، من القلب بنقول هارد لك للاعبين المنتخب الأردني اللي عم يقدموا مباراة كبيرة، والمباراة كانت عم تصل لركلات الترجيح. بما أنك أنت دائما بتحكي ركلات الترجيح بالتعادل، يعني الفريقين كانوا متساوين كل شيء بأرض الملعب، متساوين بكل شيء بأرض الملعب، والفريق الأردني ومنتخبنا الوطني قدموا كل شيء عندهم لوصلوا إلى ركلات الترجيح. لكن وأخيرا كرة القدم تسمت لنا، وأخيرا كرة القدم قلت لك هيك دارت وجهها علينا شوي، مو دارت لنا وجهها، دارت وجهها لنا شوي وقالت هدول ولا مرة فرحتون، هدول ولا مرة راضيتون، هدول ولا مرة خليتون يحتفلوا، هدول ولا مرة خليتون يبتسموا، خليني هالمرة قول لهم مبروك. مبروك والله الانتصار حلو وتحقيق البطولة حلو. مبروك لمنتخبنا الوطني، تعذبنا اليوم أمام المنتخب الأردني. أجمع الجميع يلي عم يتابع البطولة ولا شو عم ينحكى بالصحف والقنوات ولا عم يتابعوا البطولة، إن كانوا مدربين أو صحفيين أو إعلاميين، عملوا لك منتخب الأفضل في البطولة أو من أفضل منتخبات منتخبنا الوطني. فرديا جماعيا بدنا شغل، فرديا عنا مواهب. نحن المنتخب يلي وصلنا الى نصف النهائي عن جدارة واستحقاق، ما دخلنا بقصة التلاعب ولا التزوير ولا انضرينا ولا استفدنا. كنا عم نتفوق بالمباراة السابقة امام المنتخب البحريني بهدفين مقابل هدف واحد بمباراة برومنتادا تاريخية من اجمل مباريات بطولات غرب اسيا للتاريخ. اليوم كنت انت عم تواجه صاحب الارض، لك سمعني مبروك يا زلمة، قاعد صافن فينا وعم تسمع، اكتب كومنت مبروك، اكتب كومنت مبروك، والله مبسوطين اليوم. كنت انت اليوم عم يعني اصعب شيء بالبطوله بس تواجه صاحب الارض، وانت دائما بس تحكي عن المنتخب الاردني بالمواجهات السابقه ان كان رجال او شباب او سيدات او ناشئين او اشبال او ختايره او عجز او قبل ما يموتوا بيومين، دائما نحن عم نعاني. نحن يعني اذا بتلعب المنتخب الاردني قلال دحل دحل قلال ما بعرف شو بسموه بالاردن، لكن اذا بنلعب نحن السباحه نحن وياهم، اذا بنلعب طرنيب عم يربحونا بالاخيره. يعني اليوم انت عم تنتصر على المنتخب الاردني بأرضه ما بين جماهيره، عم تتأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا، لا فرحتك 7، فرحتك 8، فرحتك 10، من القلب بنقول لجماهير منتخب الأردني هارد لك. نحن دائما أنتم بس تتفوقوا بنقول لكم من القلب مبروك، فصار دوركم إنكم تباركونا، صار دوركم إنكم تباركونا. والله الفرح حلو والانتصار حلو، مبروك لناشئين منتخبنا الوطني، يعني ها فرحونا شوي، ها خلونا ننتعش شوي، خلونا نحس انه نحن موجودين على خارطة كرة القدم يا جماعة، انه نحن يعني لسه بامكاننا نعمل شيء. يعني مواجهتك الاخيرة، رح نعمل فيديو تاني ونحكي مواجهتك الاخيرة امام المنتخب السعودي بكل تأكيد صعبة، بكل تأكيد، لكن انت امام 90 دقيقة تحقق لقب. يعني انت من نحن كمنتخبات من زمان ما حققنا القاب، من زمان يعني حتى لو بطولة غرب آسيا يا سيدي بيقولوا نحن الجفاف العاطفي او جفاف في كره القدم، يا سيدي عندنا جفاف عاطفي او جفاف في كره القدم، سميه مثل ما بدك. فلذلك محتفل باي بطوله ممكن نحن تطلع ما قبلنا او اي انتصار نحن على خيبات الامل والضرب على الراس كان عم يجينا بالاول الاخيره والصحيح والطيارات اللي عم نتلقاها من هون ومن هون. اليوم منتخبنا الوطني الناشئين، انتوا رجال، انتوا اديتوا المطلوب، انتوا بمباراه فلسطين يعني فينا نقول كانت درس لكم، مباراة البحرين بالشوط الأول بالشوط الثاني عوضته. دائما بنحكي كفئة الناشئين ردة الفعل، حضرت اليوم أنا ردة الفعل، أنا اليوم كنت عم بتلقى هدف من المنتخب الأردني بتمنى أنه ما ينعاد بالنهائي أمام السعودية، لأنه هنيك لا مجال للتعويض، ممكن هالمرة عوضت المرة الجاية ما عوض. أنت بس تكون خارج بالكرة، نحكي على الهدف تلقيناه، أنا بس تكون خارج بالكرة مو معقول أنا بدي إياه 15-30 تقريبا منتصف الشوط الاول 25-30، مو معقول يطلع بهالكم الهائل من اللاعبين اترك مدافع وحيد في منتصف الملعب، مدافع وحيد في منتصف الملعب، والهجمه المرتده كانت عباره عن 4 لاعبين للمنتخب الاردني والمدافع وحيد في منتصف الملعب لمنتخبنا. يعني هاي اللقطه بتشوفها وتكون انت خسران 1-0 والدقيقه 85، هاي اللقطه انا بشوفها، بس مو النتيجه بهدف النتيجه بدون اهداف
ومنتصف الشوط الاول. يعني هاي اللقطه غريبه، نحن تلقينا هدف بطريقه فوضويه، فيك تسميها فوضويه او بالدقيقه شردوا فيها كل اللاعبين، كل واحد نسى وين موقعه او شو لازم يعمل بهاي اللحظه هاي. ما هيك منتخبنا بالشوط الاول كان يخرج صراحه، بصراحه بالشوط الاول كان المنتخب الاردني ممكن يسجل هدف ثاني وثالث، كان افضل منتخبنا. لكن بالشوط الثاني شفنا رده الفعل اللي نحن منطالب فيها، شفنا منتخبنا نفس الاداء اللي قدمناه امام البحرين بالشوط الثاني، حضرته امام المنتخب الاردني اليوم، منتخبنا بالشوط الثاني كان رهيب فظيع، كنا مسجل هدف تعادل وبرضه كنا عم نحاول نسجل هدف ثاني وننهي الامور قبل الوصول الى ركلات الترجيح. بالشوط الاول كان في افضليه للمنتخب الاردني، بالشوط الثاني كان 50-50 مع افضليه بسيطه لمنتخبنا الوطني. ترع اللعب، صار في كره على الارض، صار في انسجام اكثر، صار في انضباط لا ما بعرف انا شو السبب دائما عند كابتن فراس معسعس. ارجع انت عندك مباراه نهائيه، دائما نحن ندخل بالشوط اول سيء تطلح الامور او تتحسن الامور بالشوط الثاني. ممكن تبديلات، التبديلات ممكن بلش فيها انا، التبديلات ممكن بلش فيها بتشكيل الاساسي بالمباراه النهائيه، لان المباراه النهائيه غلطه اثنين راحت انت لا مجال للتعويض. النهائي امام السعوديه غير نص نهائي ومباراتك الاخيره مع البحرين في دور المجموعات. نحن اليوم مبسوطين بشكل عام، نحن اليوم نحتفل بشكل عام، نهيس منتخبنا والله كفو، والله انكم مواهب، ونحن بس حكينا باول مباراه امام فرنسي انكم مواهب، لازم يكون عندكم شجاعه، شجاعه والاراده بكره القدم تصنع المستحيل. انتم اليوم كنتوا شجعان بارض الملعب، وبالمباراه النهائيه انا بدي احضر نفس الشجاعه امام منتخب السعودي. المنتخب السعودي بارض الملعب امكانيات، ومنتخب منتخب ناشئين باشكال رجال انا شفتهم بارض الملعب كان الله في العون، لكن بكره القدم انتم شجعان، انتم ناشئين بقلوب رجال ان شاء الله، انتم قادرين ان شاء الله، ونحن معكم بالنهايه شو ما كان النتيجه، قدموا نفس الاداء اللي عم تقدموه دائما. يعني انا مطالب اليوم امام السعوديه ان العب شوط مباراه كامله بنفس النفس والنهج اللي عم يلعبه دائما بالشوط الثاني. بالنهايه غلط العب بهي الطريقه، قولا واحدا بتخسر النهائي، بالنهايه ممكن متوصل للشوط الثاني ما انك قادر تعوض. فشيء شيء اساسي ان نفوت على المباراه النهائيه انا مركز. راح نعمل فيديو ثاني نحكي عن هلا مبسوطين ومزهزين وعم نغني وحطوا لهم على الخشب وحطوا لهم راح طير حمام وطير اللي بدك يا معلم. اليوم يعني منتخبنا الرجال بيضه امام الهند، لا اليوم حد يلعبهم بالاعدادات لا مو طبيعي يعني، الرجال يربح والناشئين بيوم واحد ترى ارحموا عقولنا، يعني قلب الصغير لا يتحمل. ما معودين عليك شيء نحن، يعني انا الاضرار عليكم، الاضرار بتتحملوها انتم، نحن ما متعودين على فرحتين بيوم واحد، ما متعودين على فوزين بيوم واحد، يعني نحن متعودين نضرب على الراس بيوم واحد ثلاث اربع مرات، يعني الاضرار عليكم ها؟ الحمد لله رب العالمين، الف مبروك، بنتمنى هاي الابتسامه. يعني انا بفرح بشوف الجمهور السوري فرحان، ومثل ما حكيت بداية فيديو اليوم والله الفرح بيلبق لك يا شامل، الفرح بيلبق لجماهير السوريين، الفرح بيلبق للسوريين وما بيلبق غير للسوريين، ودوم ان شاء الله الفرح والانتصارات والعز والضحكة والابتسامة والاحتفالات حتى النهاية ان شاء الله. شعبنا شعب السوري بيستاهل الانتصار وبيستاهل اكثر من انتصار، شعب كريم وطيب وعفوي، وان شاء الله يا رب، يعني ان شاء الله يا رب بنحقق البطوله، بطوله غرب اسيا الناشئين راح تكون بوقت ممتاز، بوقت نحن عم ندور على شيء، بدنا نبني على شيء، بدنا الاساس، وهذا الاساس منتخب الناشئين ما راح يلاقي افضل من الاساس بمنتخب الناشئين. الف مبروك مره ومرتين وثلاثه ومليون وتريليون وتزليون مبروك لمنتخب الناشئين، هم رجال ونسور قاسيون بارض الملعب. اكتب لي بكومنت مبروك مبروك مبروك. انا دائما اضل على خير، السلام عليكم.